هكذا أيها الحول الكريم مشاهدينا الأعزاء ينطلق شوط الختام، شوط الختام في انطلاقات صباح هذا اليوم. نهني الجميع على الفوز والانتصار والتوقيت الزمني الأفضل والأجمل في سن اللقاء كان من نصيب شديدة لخليل بن راشد بن مفتاح الشامسي 4:29 بينما في سن اللقاية والتي سارت على مدى 10 أشواط سارت من خلالها التحديات وسارت من خلالها اللقاءات القوية كان معاند المسلب بن محمد بن عقيل ب4:40 حتى هذه اللحظات. عموما على كل حال يسير شوط الختام من خلال هذه اللحظة المخصص للأبكار المهجنات الأصائل، وبالتوفيق لكل هذه الأسماء إن شاء الله. المركز الأول، المركز الأول نسير مباشرة إلى من تحمل الرقم 1 هنا ملوح لسعيد بن راشد بن حمد بن غدير، تقدمت واحتلت صدارة الشوط. المركز الثاني وصلت فيه الشامخة لخليفة بن محمد بن ياب المطيوعي، يحتل المركز الثاني بينما المركز الثالث، المركز الثالث هادي بن عبد الهادي الشهواني يقدم لنا ريمة هادي بن سعيد بن عبد الهادي الشهواني، حضر وخذ المركز الثالث. المركز الرابع ها هي متعبة لمانع بن يمعة الغويص السويدي، والمركز الخامس هناك عالية لسعيد بن خليفة بن رشيد السويدي. هذه 5 الأسماء مشاهدينا في شوط الختام، في شوط التحدي، في شوط التحية والسلام، في شوط اللقاء والوداع. ولكن هنا من خلال هذه اللحظات لا يسعنا إلا أن نقدم الشكر والتقدير لسمو الشيخ طحنون بن محمد بن خليفة آل نهيان ممثل الحاكم بالمنطقة الشرقية على دعمه الكبير لهذه الرياضة وتقديم هذه الجوائز في كل ميادين دولة الإمارات العربية المتحدة للحقائق واللقاء على مستوى مدى شهر كامل ب4 أسابيع، حيث يقدم لها جوائز قيمة. وشكرا لكل الأندية والاتحادات القائمة على ترتيب وتوزيع الأشواط وترتيب كل ما هو جميل لإظهار دائما السباقات بصورة جميلة وصورة مميزة. عودة إلى الشامخة في مقدمة الشوط، عودة إلى الشامخة خليفة بن محمد المطيوعي لا زال هو المسيطر مع الشامخة، بينما المركز الثاني هناك متعبة مانع بن يمع الغوي السويدي يحتل المركز الثاني. ريمة في المركز الثالث، عبد الهادي بن سعيد بن عبد الهادي الشهواني. المركز الرابع سعيد بن خليفة بن رشيد السويدي قدم لنا عالية. المركز الخامس سعيد بن راشد بن حمد بن غدير. كل هذه الأسماء اللي ذكرناها مشاهدينا الأعزاء كلها أسماء حصدت رموز، أسماء وشعارات حصدت تحديات كبيرة. الكل حاضر ولكن الاستعدادات أين تكون وأين تتوجه؟ ما شاء الله أشوف بن رشيد بدأ يغازل الناموس، بدأ يتقدم ما شاء الله. هنا سعيد بن خليفة بن رشيد السويدي قدم عالية، قدم عالية في هذه اللحظات، علو وشموخ أكيد من خلال تواجد عالية على المركز الأول في هذه اللحظات. والكيلو الأخير الشامخة في المركز الثاني، خليفة بن محمد بن يابر المطيوعي يحتل المركز الثاني. والمركز الثالث هناك تواجد مانع بن يمعة الغويص السويدي، ولكن ريمة في المركز الرابع تبقى هنا لعبد الهادي بن سعيد بن عبد الهادي الشهواني. هذه الأربع المراكز الأولى المتقدمة أيها الحفل الكريم، أيها المشاهد العزيز والمتابع القدير والكريم، إنك تشاهد ميدان دستور لسباقات الأجن بآخر أشواطه ومحطاته في انطلاقات هذا اليوم. هذا اليوم ضمن مكرمة وشارة سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان. تانينا والناموس لجميع الفائزين، والتاني أكيد لسعيد بن خليفة بن رشيد السويدي على استقطاب أكثر عدد من الأشواط والناموس في صباح هذا اليوم. تهانينا والناموس. وهذه عالية تصل لخط النهاية، المركز الثاني خليفة بن يابر المطيوعي، والمركز الثالث لبلقوبع، بينما المركز الرابع ريمة عبد الهادي بن سعيد بن عبد الهادي الشهواني، خامسا تصل متعبة لمانع بن يمعة الغويص. مشاهدينا الكرام في المركز الخامس، هكذا كانت التحديات مشاهدينا الأعزاء في هذا اليوم المثير والكبير، وعشرين شوطا انتهت فعالياتها في صباح هذا اليوم. شكرا للجميع على المتابعة، شكرا نادي دبي للسباقات الأجن، شكرا للأخوة الأعزاء الذين تواصلوا مع حضراتكم في انطلاقات هذا اليوم. لنا لقاء إن شاء الله يتجدد في الأسبوع القادم. تقبلوا أجمل تحية مني محدثكم محمد بن ضبيب الشامسي، إلى اللقاء.